طبعا اقعد يا ماما اقعد. اللي حصل النهارده ده نتيجه مجهود شهر كامل بنتدرب فيه. اقعد يا حبيبي اقعد يا حبيبي. كل الناس بالجمهور يعني الكواليس الجمهور كانوا اكتر عرض بيضحكوا فيه هو عرضنا. احنا حققنا الحاجه السهله البسيطه اللي المؤثره رغم اي نعم انا شديت عليكم شويه بس انا كنت عايز ان احنا نبقى في احسن صوره. وطبعا كلكم عارفين ان انا ده مش طبعي الحقيقي انما تحت الضغط اللي احنا كنا فيه كان لازم اتعامل بالطريقه دي. لما الاقي غلطه مهما كانت صغيره مهما كانت صغيره ومهما كانت مالهاش تاثير كبير بس لازم كانت بتضايقني لان احنا قدام الناس دي لازم ما نطلعش اي غلطه. كلنا اجازنا الحمد لله كلنا اطفالنا الشغل. كان في كان في مؤثرات خارجيه علينا يعني الرأس الاجباريه ما كملتش ليه؟ ما كملتش كده كده الصوتيات ما كانتش مساعدانا الاضاءه والصوت اثروا في الاخر فكان لازم نلم الدور بسرعه قبل ما اي حاجه ثانيه تحصل. فاحنا الحمد لله العرض عجبهم الحمد لله ان شاء الله زي ما انا كنت متوقع بالظبط. اي نعم احنا تعبنا كتير وانا نقدر كل اللي تعبكم في الفتره اللي فاتت خلال الشهر دي. طبعا بنشكر كلنا استاذه رحاب كلنا زعلنا على تعبها الكبير طول الشهر في التدريبات واتدربت اكتر من مره والعرض اتغير فطبعا كلنا بنقدم لها تحيه كبيره. طبعا استاذه فاطمه معانا على طول برضه وتعبانه معانا في كل احنا تعبانه معاها في كل حته طبعا مستقبلها. وسقفوا لنا بقى يعني سقف مستاهل يعني. وانا بقى سقف لكل واحد منكم تسقيفه كبيره يعني تقضي سنه كامله لان فعلا انتوا يعني كنتوا قد المسؤوليه وانتوا كنتوا قدها وجدود زي ما انا كنت متوقع. وان شاء الله العروض الجايه السنين الجايه هنبقى احسن ونبدا بقى ان شاء الله من اول السنه عشان ما نتضغطش ونبقى على اعصابنا زي ما احنا حصل السنه دي. لا احنا كده خلاص كل سنه وانتم طيبين. فينيس فينيه فينيتو بكل لغات العالم انتهى وان شاء الله في 2017 و2018 نلتقي تاني. وشكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. طبعا اكتر ناس بقى عجبتني في المسرحيه هنسقف لهم. اول حاجه سهيله تقف كده نسقف لها كلنا نسقف لها. طيب وبعدين بعد سهيله نودي نسقف لها كلنا نسقف لها كلنا نسقف لها نسقف لها ام العرب طبعا نسقف لها نسقف لها نسقف لها نسقف لها الهنديه والهنديه خلاص الاسبانيه طبعا الصعيده الاربعه الخمسه السته الصعيده هم سته النهارده ولا كام؟ الاربعه الصعيده كلنا سقف لهم وطبعا معاهم البسماتيز الصعيديه دول الاساسيين اللي امام العرض يتعمل من غيرهم طبعا كل الباقي كله ثواني قولي رايك بكل امانه في العرض بتاعنا. ما شاء الله كانوا كلهم كويسين جدا وكانت متميزه فيهم المذيعه. المذيعه كانت اللي هي اكتر واحده متميزه. طيب نتعرف بس الاول بيكي. انا مرنطه عامر من مدينه السنبلاوي. مدرسه ايه؟ مدرسه ثانويه بنات. طيب ده رايك محايد؟ اه. يعني العرض عجبك؟ جدا. طيب كلنا نسقف لها ونسقف لنفسنا. نشكرك والى اللقاء في 2017 2018 في نفس الميعاد. انت رايك ايه طيب في العرض؟ تمام. قول اسمك طيب نتعرف. اسمي ندى. ندى الحبش. في مدرسه ايه؟ ثانويه بنات. في السنبلاوين برضو؟ اه. طب رايك ايه في العرض بتاعنا؟ لا بجد والله ابدعت بجد والله. طيب شكرا وتسليمه كبيره لها
وشكرا وشكرا، ونشوفكم ان شاء الله في 2018.